وهي صلاة الاستسقاء، وهو طلب السقيا وطلب الماء من الله. لا سقيا خير، لا سقيا شر يا أرحم الراحمين. إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة وجفاك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، ولا تجعلنا من القانطين. اليوم تمت صلاة الاستسقاء بعدما أعلنت عليها وزارة شؤون الدينية والأوقاف في جميع ربوع الوطن وفي جميع مساجد الجمهورية. والحكمة من هذا كله أن ينزل الله علينا غيثا وماء من السماء، والناس نحن في أمس الحاجة كالجزائر وغيرها في أمس الحاجة إلى الماء وإلى نزول الغيث من الله سبحانه عز وجل. وصلاة الاستسقاء هي سبب رئيسي في نزول المطر، لأن الله شرعها لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يسقينا وأن يغيثنا غيثا نافعا يا رب العالمين، وأن يسقي هذا البلد الطيب، بلد المجاهدين.